بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 79. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. نعرض أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. أول أسئلة هذه الحلقة من المستمع محمد عين، يقول: لي والدة كبيرة لا تسمع ولا تتكلم منذ ولدت، وإنما نكلمها بالإشارة، ولا تعرف أن تصوم ولا تصلي، فما الحكم في مثل هذه الحالة، وما الواجب نحوي وأنا ابنها الكبير، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأصم والأخرس يعلم بالإشارة. كثير من هذا النوع موجودون بين المسلمين، وهم يصلون ويصومون ويؤدون العبادات بالتعليم والإشارة، فعليكم أن تعلموها بالإشارة، وأن تصلي النساء عندها، تصلي مع النساء حتى تتعلم، ولا تتركوها بدون تعليم بحجة أنها لا تسمع وأنها لا تنطق، بل علموها بالإشارة وبالعمل أيضا، أن تصلي النساء عندها ويكررن ذلك حتى تتعلم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخوان فوزي الحميضي وفايز العتيق من الرياض يسألان عما يجده الحاسد في نفسه من الفرح بمصيبة المحسود، هل يأثم بسببه وهو مجرد شعور نفسي لا يملك دفعه؟ وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وقول ربنا سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهل من توجيه لدفع ما يجده الحاسد في نفسه إن كان له المدفع؟ نعم، هذا حسب المذموم، وهو أن الإنسان يفرح بما يسوء المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن المنافقين مثل هذا: قال: إن تصبكم حسنة تسؤهم، إن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فيؤاخذ الإنسان على هذا، وليس هذا مثل حديث النفس الذي لا يؤاخذ عليه الإنسان. فعلى من ابتلي بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله، وأن يستغفر الله، وأن يترك هذه العادة السيئة، لأن هذا دافع الحسد المذموم الذي حذر الله تعالى منه بقوله: قل أعوذ برب الفلق، إلى قوله: ومن شر حاسد إلى حسد. فالحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود ويفرح بزوالها، وهذا دليل على بغضه لأخيه المسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ حسين آل سليمان يقول: صلى بنا إمام صلاة فأتى على سجدة فكبر راكعا ولم نعلم فكبرنا ساجدين، ثم لم نقم إلا بقوله: سمع الله لمن حمده، فماذا علينا؟ هذا يقع أحيانا، فعليكم أن تقوموا من السجود وأن تتابعوا الإمام فيما بقي من الصلاة، وإذا سلم عليكم أن تقوموا وتأتوا بركعة، لأن الركوع فاتكم مع الإمام، عليكم أن تأتوا بركعة وأن تسجدوا للسهو بعد الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ كاف لا من الرياض يقول: هل الطفل الذي يموت بعد الولادة أو في البطن يكون شفيعا لوالديه بإذن الله ولو كان سقطا؟ إذا كان قد نفخت فيه الروح وتحرك، فإنه يكون من الأفراد الذين يشفعون لوالديهم بإذن الله. أما إذا كان قبل نفخ الروح فهذا لا يأخذ أحكام الجنين، أحكام يعني لا يأخذ أحكام الفرض. نعم.
الشيخ هناك حديث أن أطفال المسلمين في الجنة، وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم ما كان عاملا في طفل قالت هنيئا له، طير من طيور الجنة أو عصفور من عصافير الجنة، فكيف الجمع بينهما؟ أطفال المسلمين يتبعون المسلمين في الدنيا ولهم أحكام آبائهم الإسلام، وكذلك أطفال الكفار يتبعون آبائهم في الدنيا يكونون كفارا ويعاملون معاملة الكفار، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، قد اختلف العلماء فيهم، ولعل أقرب الأقوال أنهم يمتحنون يوم القيامة، لأن يرسل إليهم رسول ويدعوهم إلى الله، فمن استجاب دخل الجنة ومن لم يستجب دخل النار. نعم. المرسلة مها حاء من الهفوف تقول: صليت الفرض من الصلوات الخمس وتركت واجبا من واجبات الصلاة نسيانا، ثم ذكرت في أثناء الصلاة فقلت سوف أسجد سجود السهو، فسللت من الصلاة ولم أسجد نسيانا أيضا، ثم بدأت فورا بالسنة التي بعد الصلاة، فهل أسجد سجود السهو في صلاة السنة أم بعدها بنية جبر ما تركت من واجب الصلاة الأولى؟ أم ماذا أفعل جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم؟ إذا كان على الإنسان سجود سهو ثم قام ودخل في صلاة أخرى فإنه يكمل هذه الصلاة التي دخل فيها ويسجد للسهو بعدها، هذا أحوط له، يسجد للسهو إذا فرغ من الصلاة التي دخل فيها. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل عين لام يقول: قال لي رجل إنه لا يجوز في أثناء الوضوء أن تلبس الشراب برجلك اليمنى قبل أن تغسل رجلك اليسرى، وقد قرأت في كتاب منذ زمن طويل عن هذا الموضوع، لا يحضرني اسم هذا الكتاب، أن فيه اختلافا وأن الأرجح في قول العلماء أنه لا يجوز، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟ نعم، وهو كذلك، فلا يلبس الشراب أو الخفاف إلا بعد كمال الطهارة، إذا كان يريد المسح، إذا كان يريد المسح عليها فإنه لا يلبسها إلا بعد كمال الطهارة، وذلك من شروط صحة المسح، كقوله صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم هو يتوضأ ليغسلهما، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وقوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين يدل على أن من شروط صحة المسح أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، أما إذا كان لا يريد المسح عليهما فلا مانع أن يلبس ولو لم يغسل الرجل الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر رمز إلى اسمه بالحروف سين ميم يقول: ما الحكم في المسح على الجوارب الشفافة أو التي بها خروق أو مشققة جزاكم الله خيرا؟ لا يجزي المسح على الجوارب المشققة أو التي فيها خروق يبدو منها شيء من الرجل، لأنها غير ساترة، وما ظهر من الرجل يكون فرضه الغسل، وإنما الذي يجزي فيه المسح هو ما يستر الرجل سترا كاملا، فعلى الإنسان إذا أراد أن يستعمل الجوارب أو الخفاف للمسح عليهما في الطهارة أن يختار ما يستر الرجل سترا كاملا. نعم. قد يدلي بعضهم الشيخ بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لهم من الجوارب مثل ما يمكن من الستر والسمك، هذا احتمال، والاحتمال لا يبنى عليه حكم، والخف إذا أطلق يحمل على السلامة، الجورب إذا أطلق يحمل على السلامة، أما إذا كان فيه خرق أو فيه فإنه يقيد، يقال خف مخروق أو جورب مخروق أو مشقوق، لكن إذا أطلق الخف أو الجورب فإنه يحمل على السلامة، واحتمال أن الصحابة كان في خفافهم خروق أو فيها شقوق، هذا احتمال. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة ميم لام من القصيم تقول: هل يجوز وضع المكياج المبيض للبشرة على الوجه أو غيره من الجسد للتجمل للزوج، وربما يكون لأجل أمر الزوج بذلك، ولو كان فيه تشوه البشرة مع طول الاستعمال، علما بأنه مؤكد من عدة نواحي تأثيره على البشرة، أم للزوجة أن تعصي زوجها وتدعه ولو كان ذلك فيه إغضاب للزوج؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لا مانع من استعمال المساحيق المجملة
بأن تتجمل المرأة بها لزوجها أو تزيل ما على وجهها من التشويه بوضعها عليه لا مانع من ذلك، لكن إذا ترتب على استعمالها كما ذكرت السائلة أنها تسبب تأثيرا سيئا في البشرة في المستقبل، إذا صح هذا فإنها تتجنبها ولو أمرها الزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم. يبدو أنه احتمال مثل ما تفضلت في الجواب السابق. إذا كان احتمال فهو لا يلتفت إليه، لكن إذا قرر الأطباء أو التجربة أثبتت أن هذه المساحيق يحصل منها تأثير سيء على الجلد في المستقبل فإنها تجتنب، أما إذا كانت لا تؤثر وفيها مصلحة لتجميل المرأة لزوجها فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم تشغيل شريط يتلى فيه القرآن الكريم في المنزل بحجة طرد الشياطين منه؟ وهل علي إثم إذا لم أستمع له ولو في بعض المرات بسبب انشغالي عنه في عمل المنزل؟ هذا سؤال السائلة خاء عين من الرياض تقول أفتوني جزاكم الله خير. المقصود تلاوة القرآن بالفعل، لأن تلاوة القرآن عبادة، هو مطلوب أن يتلو الإنسان القرآن بنفسه أو يتلوه غيره ويستمع، أما هذه الأشرطة فإنها مجرد صوت محبوس في هذا الشريط فلا يؤدي الغرض المطلوب من كل وجه، فالذي يريد أن يطرد الشياطين من بيته عليه أن يقرأ القرآن هو بنفسه، أو يأمر قارئا من أولاده أو من أهل البيت أن يقرأ القرآن قراءة حية يقوم بها قارئ. يقصد بها التعبد؟ نعم، يقصد بها التعبد، لأن هذه عبادة فيها أجر وفيها ثواب وفيها طرد الشياطين من البيت. جاء في الحديث إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا مانع من استعمال الشريط لأجل استماع القرآن والاستفادة من أحكام التجويد، لا مانع من ذلك، أما أنه يعتقد فيه أنه يطرد الشياطين وأنه فهذا لا يقوم مقام التلاوة المطلوبة في البيت. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت سين لام من المدينة المنورة تقول: هل يجوز وضع بقايا الطعام في كيس معزول ثم وضعه في سلة القمامة، علما أنه لا يوجد أحد يأخذه لأغنام وشبيها؟ الواجب توقير النعمة واحترامها، وما يتبقى من الطعام يصلح للأكل فإنه يوضع في مكان طاهر ليأكل منه القطط ويأكل منه الطيور وينتفع به ويصان عن الابتلاء في المواضع القذرة، فالواجب أن توضع بقايا الطعام في أمكنة طاهرة من أجل احترامها ومن أجل أن يستفيد منها ما شاء الله من المخلوقات. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل عبد الرزاق من سوريا له عدة أسئلة، يقول في أحدها: ما حكم استعمال ما يسمى العادة السرية وكيف الخلوص منها جزاكم الله خيرا؟ استعمال العادة السرية وهي الاستمناء باليد محرم شديد التحريم، وذلك لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. واستعمال العادة السرية استمتاع بغير الزوجة وملك اليمين، فمن فعله فإنه يكون من العادين أي المتجاوزين من الحلال إلى الحرام، فالواجب تجنب هذه العادة السيئة، ومن كان واقعا فيها فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى ما يذكر أن في استعمال العادة السرية أضرارا صحية كما قرر ذلك الأطباء. نعم. السؤال الآخر يقول: هل يجوز أن يخرج الرجل إلى الصلاة وأولاده في المنزل؟ لا يجوز أن يخرج إلى الصلاة ويترك أبناءه الذكور في المنزل، إذا كانوا قد بلغوا سن التمييز فإنه يأمرهم بالصلاة، وإذا كانوا قد بلغوا سن العاشرة فإنه يلزمهم ويغلبهم إذا تخلفوا عنها، بقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ويتأكد الأمر إذا كانوا بالغين، فإنه لا يجوز أن يتركهم في بيته تخلفون عن صلاة الجماعة أو يتركون الصلاة نهائيا، وصاحب البيت
مكلف بمن في بيته أن يلزمهم بطاعة الله ويمنعهم من المنكرات. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة كان عند ربه مرضيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلو أن الوالد اعتنى بأولاده من سن الصغر من سن التمييز ورباهم على الطاعة لاعتادوا ذلك، ولكن كثير من الآباء يتساهلون مع أولادهم بحجة أنهم صغار ويتركونهم، فإذا كبروا استعصوا لأنهم نشأوا على عدم المبالاة. فهذه إساءة وتفريط وتضييع من هذا الوالد. نعم. فضيلة الشيخ، قد يقول بعض الآباء: إني عاجز عن أبنائي ولا يمكنني ضربهم، فماذا أفعل؟ علما أنهم لو علموا منه حرصا على ذلك واهتماما وغضبا وتغيرا بسبب تركهم للصلاة لأثر ذلك فيهم، فهل من كلمة؟ نعم. وكما ذكرنا أن تساهل الآباء مع أبنائهم من أول الأمر وهم صغار هذا هو الذي جرأهم على عدم المبالاة بالصلاة. ولو أنهم تعاهدوهم من الصغر ونفذوا فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع أضربوهم عليها لعشر، لنشأوا عليها واعتادوها وألفوها. فإهمال الآباء هو الذي سبب استعصاء الأبناء إذا كبروا. يجب على الآباء أن يلاحظوا هذا الأمر وأن يهتموا به غاية الاهتمام. والضرب للوالد أن يضرب، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السلطة، قال: واضربوهم عليها لعشر. له أن يضرب وهو راعي، والراعي له أن يضرب رعيته إذا خالفت، فهو راع على هؤلاء. من صلاحيات الراعي أن يضربهم على المخالفات. نعم. جزاكم الله خيرا. آخر أسئلة الأخ عبد الرزاق من سوريا يقول: ما الحكم فيما يفعله بعض الناس من المراهنة التي يدعون أنها حق؟ وإذا قال بعضهم المراهنة حرام قال: لأنك تخشى أن تغلب. وماذا أحل الله من المراهنة؟ نرجو تفصيل ذلك، جزاكم الله خيرا. المراهنة بالمال وما هي ما يسمى بالمسابقة لا تحل إلا فيما خصصه الشارع ثلاثة أشياء، قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فهذه الثلاث يجوز أخذ العوض على المسابقة فيها، لأنها من أدوات الجهاد، فهي تمرن على الجهاد في سبيل الله عز وجل، ركوب الخيل وركوب الإبل والرماية، كل ذلك من أدوات الجهاد. فأخذ العوض لمن سبق في هذه الأشياء أخذ بحق، أما ما عداها فإنه لا يجوز أخذ العوض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر جوازه في هذه الثلاث، فيكون أخذه في غير هذه الثلاث من أكل المال بالباطل وبغير حق، يدخل في الميسر. الميسر هو أيضا من المراهنات، قد سماه الله قد حرمه الله، قرنه مع الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالميسر هو المراهنات التي تبذل فيها الأموال بغير حق. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الأخت عين لام راء لها عدد من الأسئلة، تقول في أولها: ما الحجاب الشرعي؟ جزاكم الله خيرا. الحجاب الشرعي هو ما يستر المرأة، ما يستر المرأة بجميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان، هذا هو الحجاب الشرعي. قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحجاب هو ما يستر المرأة عن الرجل الذي ليس من محارمها، من باب أو ثوب أو جدار
أو غير ذلك. وقال سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فحجاب المرأة هو ما يسترها سترا كاملا عن أنظار الرجال الذين ليسوا من محارمها. نعم. فضيلة الشيخ، لا شك أن من النساء من يرين الحجاب دينا وعبادة وسترا فهن على ذلك، ومنهن من يرينه ثقلا يجب أو تحب التخلص منه، أو يرينه زينة تحب أن تفتن به من يراها، فهل من كلمة؟ الحجاب واجب شرعي أمر الله تعالى به، ويجب على المؤمنة أن تمتثل أمر الله جل وعلا. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فليس في الحجاب خيار للمرأة، إن شاءت فعلت وإن شاءت تركت، بل هو أمر واجب وحتم على نساء المسلمين. ولا ينكر الحجاب إلا أحد صنفين: إما كافر لا يؤمن بالأحكام الشرعية، وإما مؤمن ناقص الإيمان وفاسق. فالحجاب ليس فيه خيار، أمر حتم وواجب على المسلمة، ويجب على المرأة التي تجد في نفسها تكرها للحجاب أن تتوب إلى الله، لأن هذا يدل على نقصان الإيمان، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تخضع لأمر الله عز وجل. والحجاب كما سبق هو ما يستر بدن المرأة بأن يكون ضافيا على جسمها، وأن يكون واسعا ليس ضيقا يبين أعضاءها، وأن لا يكون فيه زينة تجلب الأنظار إليها. هذا هو الحجاب. أما التي تتخذ حجابا اسميا لا حقيقة له، لا يستر ما وراءه، أو أنه ضيق يبين أعضاءها ويبرز مفاتنها، أو تتخذ حجابا فيه زينة، وكل هذه الأنواع تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات زائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت نائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. كاسيات يعني لابسات أنواع من الثياب لكنها غير ساترة، ولذلك وصفهن بأنهن عاريات، لأن هذه الثياب لا تستر، تكون قصيرة، تكون شفافة لا تستر ما وراءها، تكون مطرزة وفيها زينة تفتن، تكون ضيقة. كل هذه لا هي اسم ستر واسم لباس لكنه غير ساتر، وجوده كعدمه، بل ربما أن وجوده أكثر فتنة وجلبا للأنظار. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان ضيف لقائنا هذه الليلة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلته وشكرا لكم أنتم، ونحن نتلقى استفساراتكم وأسئلتكم على عنوان البرنامج الدائم: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. وتقبلوا